بسم الله الرحمن الرحيم باسم جمعيه رواج للتنميه البشريه بالعرائش وكممثل لنقابه الخضر والفواكه بالعرائش انا كنشهد كانني ككوني كمواطن كجميع المواطنين شفت واحد التعسفات وواحد التظلمات لما ما اراد الله بهذا مثلا وكنشوف هذه كاينه على الواقعه اللي وقعت الواقعه الشاشات انت كتشهد عليها الواقعه اللي شاهدتها انا كتوقع واحد التصرفات ما السيد يتعرض اللي قلتو اعتداء من تعرض لاعتداء من طرف السيد القائد ديال المقاطعه السته بلكم على مستوى الفم ديالو وشاهدها الجميع ديال الباعه شاهدوها ماشي غير انا انت شتي في فيديو شنو هي الوضعيه اللي كيعيشوها الباعه يعني باعي الفواكه وبصراحه خاصه جميع يعني باعي الوضعيه اللي كيعيشوها هاد الناس في هاد السوق وضعيه مزريه يرثى لها ما نقدرش نوصفها لك جميع المواصفات هاد الناس هادو كتهمهم هاد الناس هادو بغاو غير واحد المكان قار علاش ما عندكم شي واحد اللي كيتكلم باسم ديالكم عندكم بزاف الجمعيات ما قدرتوش تكتلوا باش تنظموا السوق كاين حنا شفنا السلطه كتخلق جمعيات اللي هي كتخدم في الصالح ديالها وكتخلق لوبي اللي كيخدم في الصالح ديالها كواسط بينها وبين ما بين اللي كيخدم يعني المصلحه ديالها ما كيخدمش المصلحه ديال المواطنين ولكن هاد الناس هادو اللي شفتهم انا بعيني كيتفاداو التصريحات ديال صاحب جلاله وما كيطبقوش التعليمات ديال صاحب جلاله وكيطبقوا التعليمات اللي كتقول لهم راسهم البارح الملك كيجي بخطاب هما راه غدا كيصبحوا مقلوبين على هاد الناس وفي هذا الغياب التام ديال المجلس البلدي اللي انتخبوا هاد الناس باش يحميهم ويدافع عليهم ويدافع على الحقوق ديالهم ويوصلهم بر الامان ويوجد لهم سوق اللي ما يخليش السلطه تعسف عليهم وتضيعهم في حقهم المجلس في غياب تام الساكنه كمجتمع مدني ما شفناش شي واحد كيدافع على هاد الشريحه هذه اللي هي من ذوي الدخل الضعيف شنو هو الموقف ديالكم يعني باش تنظموا السوق الموقف ديالنا كنشوفوا حنا كان عده اختلالات في هذا السوق منهم المحلات اللي تغيروا في الواجهه اللي تغيروا في البلان ديال السوق تزادوا ككوشكات وتزادوا بطريقه غير مباشره اللي دخل فيها حتى هو وسيط اللوبي وتباعوا وشراوا مع القائد مصطفى اللي مشى بحالو وخلى السوق في كارثه ما تقدرش توصف السوق محتل الداخل كاين شي سوق كيحتل من داخل الباهو ما عمرنا شفناها برا الحوانت محتلينهم الناس بطريقه غير مباشره يعني مصنوعين ككوشكات ومبيوعين بالفلوس، حنا ما فهمناش هو مشى بحالو والمشاكل بقاو فيها هاد الكوبريين، ما فهمناش هاد رجال السلطة علاش ما كيطبقوش التعليمات ديال صاحب الجلالة، كيطبقوا غير اللي بغاو هما وكيبزوا عليك كيبزوا عليك اللي بغاو هما باش يحنيوا لك راسك الأرض واللي قالها هو هي اللي كاينة.